الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعدت حقيقة وشرفت في هذا اليوم المبارك أن أحضر لمجموعة تنويع التربية هذا اللقاء المبارك للأستاذ عبد الله الخريف، الذي عنونا له بالكتابة الساخرة اللي هي مجرد إضحاك. في الحقيقة استفدنا من الأستاذ عبد الله عدد من المحاور التي تفيدنا في أو تقاعد لنا وحدود الكتابة الساخرة. أنا أتشرف حقيقة أن أكون أحد أعضاء هذا البرنامج وأحد أعضاء هذه المجموعة في كل حين، وأسعد بخدمتهم في كل وقت. هذه تحية من محبكم تركي بن عبد الله الوكيل، وشكرا لكم.